مشاهدينا بنرحب بيكم حلقه جديده ومدرسه على الهواء، دايما بنكون معاكم على مدار ساعه على الهواء مباشره في استقبال كل استفساراتكم التليفونيه، والخط دايما مفتوح بيننا وبينكم فيما يخص الماده اللي هي دائما دليلك للتفوق، اللي هي دائما دليلك للجد والاجتهاد في العمل الدراسي. النهارده هيكون معانا مستر عادل حفناوي، هيكلمنا عن تقريبا الدرس في الوحده الثالثه، الدرس الثاني غاز ثاني اكسيد الكربون، وكنا اتكلمنا في الحلقه السابقه عن غاز الاكسجين. النهارده هتكون في مقارنه، هنتكلم عن اهميته، هنتكلم على مصادره، هنتكلم على زيادته، هنتكلم على سلبياته وايجابياته من خلال حلقتنا النهارده في مدرسه على الهواء. ارحب بضيفي مستر عادل حفناوي خبير الماده بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا مستر معانا. اهلا بيك يا استاذ غاده. اهلا بيك. يمكن انا قلت مقدمه سريعه في الماده، لخصنا الدرس. صحيح، يعني كده لخصنا الدرس. دي اهم نقاط فعلا في الحلقه السابقه عن غاز الاكسجين، النهارده هنتكلم على ثاني اكسيد الكربون. الحلقه تمام. قبل السابقه، لان طبعا الحلقه اللي فاتت احنا كنا اشتغلنا المراجعه، كانت الريفيجن صح، عشان الميد تيرم، وطبعا نحب نطمن على ابنائنا عملوا ايه في امتحانات الميد تيرم. حضرتك بقى تطمئن عليهم لان هم كان مستواهم حلو جدا معاك. يعني مع الاسئله شفناهم بسم الله ما شاء الله، يعني بالتاكيد ان شاء الله. هنبدا حلقتنا النهارده عن غاز ثاني اكسيد الكربون، ودي اعتقد الوحده الثالثه الدرس الثاني. هو كده يبقى ان شاء الله الوحده الثالثه فاضلنا فيها درس اخير وهو غاز النيتروجين. بالنسبه عندنا طبعا لغاز ثاني اكسيد الكربون، احنا اتكلمنا عن الغلاف الجوي وانه عباره عن خليط من عده غازات. من هذه الغازات قلنا عندنا غاز النيتروجين نسبته 78%، غاز الاكسجين كان بيوجد بنسبه 21%. الاثنين دول مجموعهم مع بعض دول اكبر الغازات تواجدا ونسبتهم 99%. بيتبقى عندنا 1%، ال 1% بناخد منه 3%، يعني طبعا نسبه ضئيله جدا مقارنه بالغازات الاخرى. باقي النسبه اللي هو ال 1% ده اللي احنا ما خدنا منه 3%، يبقى عندي 97%، عباره عن مجموعه بخار الماء وغاز الهيدروجين ومجموعه من الغازات الاخرى. ده بالنسبه لتركيب الغلاف الجوي. موضوعنا النهارده هو غاز ثاني اكسيد الكربون. احنا اتفقنا مع ابنائنا ان الاكسجين لما يتحد مع اي ماده بيكون اكسيد، فاكسجين وكربون يبقى ماده اسمها اكسيد كربون. فهنا طبعا ثاني اكسيد الكربون، لان هنا انا عندي ذرتين اكسجين. فلو بصينا كده مع بعض على الشاشه وشفنا غاز ثاني اكسيد الكربون، بنقول عليه مركب كيميائي. مركب كيميائي. الاكسجين عندنا كنا بنقول عليه عنصر، هو ان شاء الله يعني المدلول ده هيبدا يعرفه ان شاء الله في الصف الاول الاعدادي السنه الجايه طبعا لابنائنا، وهياخدوا حاجه اسمها رموز العناصر. احنا طبعا خدنا رمز الاكسجين وقلنا الاكسجين رمزه O2، ده جزيء العنصر. تمام. الذره بتاعته اسمها O. فهنا عندي ثاني اكسيد الكربون عباره عن مركب كيميائي. يعني ايه مركب كيميائي؟ زي ما اجيب حاجه بركبها مع حاجه ثانيه، ده مركب. وكيميائي يبقى ماده كيميائيه. اللي هو عباره عن ايه؟ قال لي بيتكون من اتحاد ذره كربون مع ذرتين اكسجين. عشان كده لو بصينا للصيغه بتاعته بيقول لي CO2. لو بدأت أنطق بالعربي ثاني اللي هما الاثنين، وO أكسيد الكربون اللي هو C. فالكربون رمزه C، الأكسجين رمزه O، 2 يعني اثنين. فهنا بنقول الغاز بتاعنا اسمه ثاني أكسيد الكربون، والصيغة بتاعته اللي أنا بتعامل معاها CO2. وفي الكتابة هنا هنلاحظ إن السي بتكتب كابيتال والO كابيتال، الاثنين بنفس الحجم. لو كتبت السي كبيره والاو صغيره اصبح ده ماده ثانيه خالص او عنصر ثاني خالص. فهنا برضو بناكد على ابنائنا ان لما بكتب الاثنين، الاثنين قد بعض، الاثنين بيكتبوا كابيتال لتر. تمام. ده بالنسبه لغاز ثاني اكسيد الكربون. لو لاحظنا بالنسبه لغاز ثاني اكسيد الكربون عندنا طبعا النسبه بتاعته 3%. هي نسبة ضئيلة جدا أنا مقارنة. أنا كنت أقول أقل من الأكسجين وأقل من، ما جابتش 0.5%، يعني 3%، حتى ما جابتش 1%. معايا حضرتك؟ أو ليه ما جابتش 1%. كبيرة على إن هي النسبة بتاعته قليلة؟ هي النسبة الضئيلة دي طبعا عندنا على الرغم من ضئالة هذه النسبة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو يعني زي ما أقول خلق الكون في توازن. في توازن في كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى. اختلال التوازن بيحدث نتيجة تدخل مين؟ الإنسان. تمام. يبقى التوازن ده ربنا لما خلق الكون خلقه في توازن وانسجام تام. تدخل الانسان ومحاولات ان هو يغير او يطور او الكلام ده بينتج عنها اشياء بتؤدي الى اختلال هذا التوازن. فلو بصينا عندنا النسبه الضئيله لغاز ثاني اكسيد الكربون، غاز ثاني اكسيد الكربون له اهميه في استمرار الحياه على سطح الارض. هذه النسبه الضئيله لها اهميه في استمرار الحياه على سطح الارض. بنشبهها بايه مثلا؟ حضرتك لو بتطبخي طبخه بنحط على الاكل ايه عشان مع الاكل؟ بنحط عليه نسبة من
ها الملح. الملح. تمام. طب انا لو ما حطيتش النسبه دي الاكل بتاعنا هيبقى له طعم؟ لا طبعا. احنا طبعا كمصريين معظمنا كلنا بنحب الحوادق والكلام ده، فهنلاقي طعم الاكل غريب عندنا، مع ذلك بنضيف. طب هل بنضيف كميه ضئيله ولا بنضيف كميه كبيره؟ يعني كمية ضئيلة لو الملح اتحط بزياده الاكل هيبقى الأكل مش فيه هيتاكل. طب حطينا بالتأكيد كميه اقل قوي من المطلوبه مش هيتاكل مش برضه. هيتاكل برضه. فهنا في نسبه معينه، او طبعا ست البيت مع التكرار بتبدا عارفه ايه الاكل ده محتاج شويه ملح قد ايه، فايدها زي ما بيقولوا ميزان بتظبط. فهنا النسبه الضئيله دي اللي هي 3 من 100% دي النسبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجدها في الكون. هذه النسبه او الغاز ده بقى ليه ضروري لاستمرار الحياه على سطح الارض؟ لان النباتات الخضراء بتستخدمه اثناء قيامها بعمليه هامه جدا تسمى عمليه البناء الضوئي. وده اهميته، ده لو هنرجعه دي اهميه لاهميه من اهميه ثاني او اكسيد استخدام من الكربون. استخداماته، انه يلزم لقيام النباتات الخضراء بعمليه البناء الضوئي. طب العمليه دي ايه اهميتها؟ العمليه دي بتنتج حاجتين اتنين مفيش كائن تاني على وجه الارض ينتجهم الا النبات. رقم واحد مصدر الغذاء على سطح الارض. رقم اتنين المنتج الوحيد للاكسجين على سطح الارض. يبقى هنا النبات لما بيقوم بالعمليه دي بينتج حاجتين، ايه هما؟ اكسجين وغذاء. شلنا الاكسجين هنقدر نعيش في حياه؟ بالتأكيد لا. مفيش حياه. طيب لو شلنا الغذاء ما عادش في غذاء، في اكسجين بس مفيش اكل نتغذى عليه، هل الحياه تستمر؟ بالتأكيد لا. لا. فهنا طبعا ده مهم جدا وضروري لاستمرار الحياه على سطح الارض. تمام. مستر عادل معانا اول اتصال تليفوني من محمد من البحيره. الو. الو. الو اهلا يا محمد، اتفضل. ازيك يا مستر عادل؟ ازيك يا محمد؟ محمد ممكن نوطي صوت التلفزيون شويه عشان مستر عادل يسمعك ماشي. كويس؟ ماشي اتفضل. انا كنت عايزه اسال، هو ينفع تخلوا ميعاد النيل التعليميه الساعه 5 عشان انا مدرستي بتبدا مسائي؟ مدرستك مسائي؟ طيب هي الحلقات بتعاد برضو مش كده؟ الحلقات دي بتعاد محمد. هي ممكن تتفرج عليها في الاعاده يا محمد، ممكن نعمل تنويهات خاصه بالاعاده عشان مدرستك في الفتره المسائيه، نحاول نعمل تنويهات على الاعاده. اصل الاعاده بتيجي الساعه 5 الفجر وانا ببقى نايم عشان بيبقى الاعاده بتيجي 5 الفجر، يعني انت عايز الاعاده تبقى بدري شويه عشان تقدر تتابع. برضه احنا ممكن نكلم القائمين على القناه ان هم ينزلوا بإذن الحلقات الله. دي على اليوتيوب برضه زي ما كان بينزل قبل كده، بحيث انها تبقى متوفره على النت الابناء ان شاء الله يا محمد. بس في سؤال ليك هتوجهه لمستر عادل النهارده في سياق موضوعنا غاز ثاني اكسيد الكربون. لا شكرا. طيب شكرا. ماشي يا محمد. هو طبعا هم بيهمه قوي المواعيد عشان عايز يتابع. هو طبعا حته التاخير دي مش بتاعتنا، وبرضه يعني عشان برضه نتاخر هنبقى نخش في تاني. تمام. فنشوف تمام. عندنا بالنسبه لغاز ثاني اكسيد الكربون قلنا ضروري لاستمرار الحياه على سطح الارض. ليه؟ لان النباتات الخضراء بتستخدمه اثناء قيامها بعمليه البناء الضوئي. وقلنا العمليه دي بينتج عنها حاجتين اتنين، تكوين الغذاء وغاز الاكسجين. ولو قلنا كده عندنا غاز ثاني اكسيد الكربون بالنسبه للنبات زي بالظبط كده ما الفرخه اللي هنجيبها نسويها عشان نعمل الغداء. فلو عملنا الغداء كده من غير يعني جبنا الحاجات الموجوده عندنا عشان نعمل الاكل محتاجين لايه؟ مصدر الحراره اللي هو صحيح البوتاجاز. هيبقى طبعا. عندنا بالنسبه للنبات اللي هي ضوء الشمس. عندنا الاناء اللي هنصنع فيه الاكل عندنا هو الورقه الخضراء بتاعه النبات. عندنا بنحط في الحله ميه ومعاها الاملاح والحاجات دي كلها، برضو النبات بيحتاج ميه واملاح بياخدها من التربة. فاضل عندي مين؟ الفرخه اللي انا هسويها اللي هي تعتبر بالنسبه للنبات غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. لو حضرتك عملت الاكله من غير الفرخه بقى في اكل؟ بالتاكيد. بالتاكيد لا. احنا جبنا الحله وحطيناها على النار والميه والملح، بس فين الحاجه اللي هنسويها فيها؟ مفيش. مفيش. فطبعا مفيش اكل، يعني هتبقى في مجزره في البيت. تمام. فهنا عندنا برضو النبات عشان يقوم بالعمليه دي محتاج لمين؟ لغاز ثاني اكسيد الكربون. طب ايه هي المصادر اللي بتنتج غاز ثاني اكسيد الكربون؟ يبقى النقطه الثانيه عندنا مصادر غاز ثاني اكسيد الكربون. كلمه مصدر يعني الشيء اللي بينتج. فهنا اول مصدر عندنا لوجود غاز ثاني اكسيد الكربون هو تنفس المخلوقات الحيه. تمام. يبقى المصدر الاول عندنا تنفس المخلوقات الحيه، الانسان، الحيوان، النبات ياخد اكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. ده المصدر تمام. الاول بس ليه؟ بس بنفس النسبه الضئيله اللي احنا اتكلمنا عنها. ما احنا دلوقتي النسبه دي موجوده. النسبة دي ليه بقى بتبقى ضئيلة؟ لأن النبات هنا بياخد زيادة منها عملية البناء الضوئي. لما بيقوم بعملية بناء ضوء فبيحافظ على النسبة دي إيه؟ موجودة تمام. بهذا الشكل. احنا معانا اتصال تليفوني من ألو؟ ألو مساء الخير. مساء النور. أنا ده أحلى برنامج بتفرج عليه. ده أنت الأحلى اتصال جالنا النهاردة، اتفضل.
انا عايز اتسال. ازيك يا كرول؟ عايز تتسال؟ تتسال في ثاني اكسيد الكربون؟ ايوه. انت عملت ايه في الامتحان الاول؟ الحمد لله حليت صح. حليت كويس؟ تمام. عايز سؤال في غاز ثاني اكسيد الكربون ولا في اللي قبل كده؟ لا اي حاجه. اي حاجه مستر طيب. عادل يسالك. بص يا كرولز، احنا قلنا عندنا مصادر غاز ثاني اكسيد الكربون، اول مصدر عندنا تنفس المخلوقات الحيه، صح كده؟ طيب فالمصدر الثاني عندنا هيبقى ايه عندنا؟ اعتقد اتصل مع كرولوس. يبدو ان اتقطع او الكلام. فالمصدر الثاني عندنا بالنسبه لتنفس المخلوقات الحيه عندنا رقم 2 المصدر لغاز ثاني اكسيد الكربون هو احتراق المواد العضويه. يعني ايه كلمه ماده عضويه؟ ماده عضويه هي المفروض بيدخل في تكوينها الكربون. طبعا. دي المواد العضويه. لكن طبعا بيقول لابنائنا عشان بس نوضح المعنى اكتر، ان الماده العضويه اي شيء مصدره النبات او الحيوان او الانسان، بس طبعا هنا هنقول. فهنا الماده العضويه ليها زي ايه؟ قال لي زي الخشب، زي الفحم، زي الزيت، زي البنزين، زي التبغ اللي هو مستخدم في السجاير، زي الورق مصدره النبات، البترول مصدره كائنات دقيقه نباتيه او حيوانيه، الخشب والفحم مصدره النبات. فهنا دي كلها بنقول عليها مواد عضويه. يبقى مصدرين اتنين موجودين عندنا لغاز ثاني اكسيد الكربون، تنفس المخلوقات الحيه، رقم 2 احتراق المواد العضويه. تمام. في عندنا مصدر ثالث درسناه قبل كده وعرفناه، اللي هي بنقول عليها عمليات التحلل والتخمر. كلمة تحلل، احنا قلنا اي كائن حي او اي مادة موجودة مادة عضوية، الكائن ده لما بيموت او ورقة شجر وقعت، غصن شجرة، مخلفات الانسان او الحيوان، دي كلها بتشتغل عليها كائنات بنسميها كائنات محللة، بتعيد هذه بتحلل الجثث الميتة وهذه المواد وتعيد العناصر الغذائية الى مرة اخرى. فهنا ده عندنا بالنسبه للكائنات. تمام. اللي هي عمليات الايه؟ التحلل. معانا محمد. طيب يعني ماشي. عفوا مستر عادل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد؟ انا زهر. اخبار الامتحانات معاك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ليك اي سؤال في موضوع غاز ثاني اكسيد الكربون ولا هتتسال؟ لا انا حضرتك عايزه اتسال. عايز تتسال. عايز تتسال يا محمد. طيب دقيقه بس كده، هنقول احنا قلنا عمليات التخمر، التحلل. طب خليك مع مستر عادل. تمام. ايه معنى كلمه تخمر يا محمد؟ حضرتك التخمر ده اللي هو اضافه الخميره لما ماما كده تيجي تعمل كيكه او تعمل او نيجي نصنع الخبز، لازم هي حاجه بتسيبها شويه. جميل. بنحط الخميره المقادير بتاعتها، بعد كده بتسيبها شويه قبل ما تتخمر. لما بتتخمر بيحصل ايه للعجينه؟ حجمها بايه؟ بيزيد. الحجم ده زاد ليه؟ لان نتج عندي هنا غاز ثاني اكسيد الكربون، فبيخلي العجينه تخمر وحجمها يزيد، وده أيوة. طبعا ضروري جدا عشان عمليه ان الطعم يبقى موجود او الكيكه تبقى كيكه أيوة. اسفنجيه، بنلاحظ انها زي الاسفنج كده، عشان الطعم يبقى مستساغ. تمام. والطعم مستساغ يعني كلمه ايه؟ مقبول الطعم. طيب بص يا محمد، عندنا بالنسبه لغاز ثاني اكسيد الكربون، هو نسبته دلوقتي زادت في السنوات الاخيره، تعرف ايه هي اسباب الزياده؟ ظهور ظاهرة الاحتباس الحراري. لا، ايه السبب اللي خلى الظاهرة دي نتجت نتيجة للزيادة، لكن ايه هي الاسباب اللي ادت الى الزيادة؟ حضرتك زيادة اسباب زيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي في السنوات الاخيرة، ايه السبب عندنا؟ احتراق الوقود. جميل. ها، احتراق الوقود وتنفس الكائنات الحية. دي المصادر بتاعتك. تناقص المساحات الخضراء. تناقص. تمام. يبقى تناقص المساحات الايه؟ الخضراء. ده سبب برضو من اسباب زياده. طب انا هقول لك على حاجه بقى يا محمد، ايه رايك نسمع الاجابه السليمه من مستر عادل عشان كمان تنسق اجابتك اكثر من كده؟ ميرسي ليك يا محمد. طبعا عندنا زي ما عرفنا المصادر عندنا بالنسبه لتنفس الغاز ثاني اكسيد الكربون عندنا مصدرين، والمصدر الثالث قلناه عمليات التخمر والتحلل، وقلنا التخمر طبعا دي حاجه عندنا في احنا عايزين نقول التعريف السليم عشان كمان محمد لو هيكتبه مع حضرتك. بالنسبه يعني احنا بس الاول بنتكلم عن المصادر، بعد كده التخمر طبعا عندنا هي مش مطالب بالمصطلح، بس انا كنت عايز اشوفه فاهم ولا لا، يعني الموضوع كده. احنا طبعا في حاجات في حياتنا علميه ولها اساس علمي، لكن احنا بنشوفها صحيح من حقنا ان احنا نفهمها فبنفهمها. يعني كلمه التحلل، هو عارف ان اي جسم بيموت طبعا الكائنات المحلله بتشتغل عليه، بتبدا تحلله، بيبدا الجسم طبعا يحصل له عمليات، الجسم ينتفخ، بعد كده بينفجر، بيبدا الكائنات دي تيجي تاكل الحاجات دي كلها، وفي النهايه يترك العظام والاسنان والحاجات دي كلها والشعر، بقيه الجسم ده كله بيتحلل
والعناصر دي بقى كلها اللي احنا خدناها من النبات ومن الحيوان ترجع مره تانيه للتربه مره اخرى، وممكن هم درسوا الكلام ده في الصف الخامس في درس التوازن البيئي. طبعا ده بالنسبه لعمليات التحلل، اما بالنسبه لعمليات التخمر زي ما قلنا الخميره اللي احنا بنحطها بقى ماما تحط على تعمل كيكه فتحط عليها خميره، الخبز طبعا لازم يتحط عليه خميره، اي مخبوزات عندنا بيتحط عليها خميره عشان حتى بيديها قوام معين تبقى مقبول، لان طبعا ما ينفعش ان احنا ناكل عجين. حتى لو جينا رحنا نشتري رغيف الخبز كده لقيناه لازق في بعضه مش هينفع ان احنا نتغذى على هذا الايه الرغيف. تمام، نشوف اندرو من اسيوط. الو. الو. الو، اهلا يا اندرو، اتفضل. الحمد لله. ليك سؤال لمستر عادل؟ انا عايزه اتسال. عايز تتسال؟ طب ممكن توطي صوت التلفزيون شويه عشان مستر عادل يسالك. اتفضل يا مستر. هو طبعا احنا يمكن لسه بادئين الدرس فعشان نسال اسئله في الجزء اللي عدى طبعا بيبقى مختلف شويه، لكن اقدر اسال سؤال في الدرس اللي فات ونقول كيف يتم تحضير غاز الاكسجين في المعمل؟ ها. وطي صوت التلفزيون شويه يا اندرو عشان تقدر تجاوب. تمام، وحضرتك ممكن تشرحها له لو هو مش يبقى غاز الاكسجين كنا بنحضره ازاي يا محمد؟ اندرو سمعنا؟ يا اندرو. الو، يبدو ان الاتصال فصل او هو مش سمعنا كويس، يا ريت تحاول اتصال مره طيب تانية. احنا دلوقتي نرجع ونشوف عندنا يعني فيلم كده بسيط عن غاز ثاني اكسيد الكربون ملخص للجزء بتاعنا نتفرج عليه ونشوف عندنا ده غاز ثاني اكسيد الكربون وقلنا ازاي بيتم الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون. طبعا عندنا غاز الاكسجين كنا بنكشف عنه باستخدام الشظيه المشتعله كان بيزداد توهجها، هنا غاز ثاني اكسيد الكربون بنكشف عنه بحاجه اسمها ماء الجير الرائق. ازاي بيتم تحضير هذا الماء او ماء الجير؟ ده عباره عن ما يسمى بالجير، وده بيستخدم يعني بيبقى ماده شبيهه بالجبس شويه، بنجيب كميه منها، وطبعا هنا ده الجير بيبقى ماده كاويه لو اتحط عليها الميه بينتج عنها حراره شديده جدا، فهنا طبعا بيبقى فيه احتراس، بناخد كميه من الجير وندوبها في الميه، جزء منها بيدوب والباقي لا يذوب، بنفصل الجزء اللي داب عن الرواسب وبيبقى بالشكل ده، بنبدا بعد كده نسيبه خالص لما يروق يقوم الميه هنلاقي شكل ماء الجير الرائق بقى رايق جدا زي لون الميه العاديه. غاز ثاني اكسيد الكربون بقى بيعمل حاجه ما بيعملهاش غيره، هو الوحيد اللي بيعمل الكلام ده، لو مر في ماء الجير الرائق زي ما احنا شايفين ده شكل ماء الجير الرائق اهو شكله كانه ميه عاديه، بيعكر ماء الجير الرائق. يعني ايه بيعكرها؟ قال لي يعني بيخلي لونها بالظبط كده لونها ابيض زي لون اللبن. تمام، فهنا الغاز الوحيد اهو هنبدا نشوف هنا ده هنا بنفخ هواء الزفير، احنا قلنا الانسان لما بيتنفس بيخرج ثاني اكسيد الكربون، فهنا نشوف لون الميه بدا يتغير اهو، شوف اللون بدا يعمل ايه، اللون هنا بدا يبقى لونه ابيض شويه، ده نتيجه مرور غاز ثاني اكسيد الكربون. ايضا النباتات لما بتتنفس ودي تجربه موجوده عند ابنائنا هناك بينتج عن هذا التنفس غاز ثاني اكسيد الكربون، فطبعا هنا التجربه جايب بذور فول نابته وهنضعها في برطمان وهنقفل ونخلي الغاز اللي ناتج هيمر فيه ماء الجير. احنا قلنا عندنا بكشف عنه بماء الجير، لو اتعكر الوحيد اللي بيعكر ماء الجير هو غاز ثاني اكسيد الكربون. فلو الميه اتعكرت يبقى فعلا ده دليل على وجود غاز ثاني اكسيد الكربون، اذا لم تتعكر يبقى انا ما عنديش غاز ثاني اكسيد الكربون. فهنا ده البرطمان وعمل فيه هنا ثقب طبعا، وهنا قفل على الثقب بالصلصال عشان ما فيش هواء يدخل او يخرج. وهنا سبع طبعا فتره ده ماء الجير رايق اهو زي ما احنا شايفين الميه رايقه، بنلاحظ اللون اتغير ابيض. فهنا معنى ان اللون اتغير وتعكر ده دليل على وجود غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى اذا بينتج عن تنفس النبات ايضا غاز ثاني اكسيد الكربون. نشوف عندنا لو جبنا شمعه، الشمعه دي برضو ادي تعتبر ماده موجوده عندنا، لما بتحترق اهو دي شمعه، هنبدا نضع الشمعه في زي ما احنا شايفين كده، وبدا يغلق على الشمعه المخبار، ونلاحظ ايه اللي هيحدث للشمعه هنا، هنلاحظ ان الشمعه بدات ايه مجرد ما تستهلك الاكسجين اللي جوه هتنطفئ الشمعه ويبقى الغاز اللي موجود جوه عندي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. دي كلها تجارب يا مستر عادل. دي تجارب موجوده ونشوف كده شكل الميه حصل لها ايه نتيجه لوجود عندي غاز ثاني اكسيد الكربون، لاحظ ان الميه اتعكرت وبدا لونها يعتبر باللون الابيض. ده دليل على وجود غاز ثاني اكسيد الكربون. ده استنتاج من الكلام ده ان غاز ثاني اكسيد الكربون بينتج عن تنفس الكائنات الحيه واحتراق المواد او الاشياء زي ما شفنا الشمعه عندنا اتحرقت نتج عنها غاز ثاني اكسيد الكربون. لو بصينا كده ونشوف عندنا تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون ازاي بيحضر عندنا، طبعا التحضير عندنا هنا بنحضره من تفاعل مادتين مع بعض، هناك كنت بحضره من تفكك، الاكسجين كنا بحضره من تفكك، هنا لو بصينا على الادوات
دي شكل الادوات بتاعتي عندنا، ده المخبار موجود عندي. ماده اسمها، اول ماده اسمها حمض هيدروكلوريك مخفف، والماده الثانيه اسمها كربونات الكالسيوم. بنضع كربونات الكالسيوم في الدورك وزي ما احنا شايفين عندنا، وهنضع عليها حمض هيدروكلوريك مخفف. هنا المادتين الاثنين دول بيتفاعلوا، بلاحظ كده تصاعد بيحدث فوران ويطلع عندي غاز في الانبوبه اهو، الغاز بدا يطلع موجود عندنا، طبعا هنا بيتحرك داخل الانبوبه والغاز بينزل من الانبوبه للمخبار، وهنلاحظ ده مخبار مليان هواء مش مليان ميه. فهنا غاز ثاني اكسيد الكربون بينزل تحت لانه اتقل من الهواء ويطرد الهواء لفوق، فهنا بيحضر غاز ثاني اكسيد الكربون من تفاعل مادتين. الماده اللي هي الاولانيه اسمها حمض هيدروكلوريك مخفف، ده موجود في القمع فوق، بينزل على ماده ثانيه اسمها كربونات الكالسيوم. كربونات يعني فيها عنصر الكربون، بيحدث تفاعل، نتيجة لهذا التفاعل يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، يجمع غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء تحضيره بإزاحة الهواء لأعلى. ليه؟ لأنه أثقل من الهواء، هو ينزل تحت يقوم يطلع الهواء الخفيف لفوق إلى أن يمتلئ المخبار بغاز ثاني أكسيد الكربون. مستر عادل، التجربة اللي إحنا شفناها دي ممكن تيجي في الامتحان يعني؟ لا، بيجيبها لنا ممكن أكمل. أكمل. يحضر غاز ثاني أكسيد الكربون في المعمل من نقط، من تفاعل نقط مع نقط، يبقى هنا تفاعل لكن مين؟ ما نجيش التجربة نفسها كسرد ان هو يكتبها. لا لا لا، تمام. في امتحان عملي، ده في امتحان عملي بقى ممكن نوري له الجهاز والكلام ده، طبعا دي حاجة تانية، لأن انما الامتحان النظري طبعا بيبقى مختلف. تمام، نشوف محمود ده من الجيزة. الو الو، اهلا يا محمود، ازيك؟ ازيك يا الحمد لله. اتفضل مستر عادل معاك، لو تحب تسأله أي سؤال في نطاق موضوعنا النهاردة أو درسنا غاز ثاني أكسيد الكربون. ازيك يا مستر عادل؟ ازيك يا محمد؟ محمود. محمود، ازيك يا محمود؟ انا عندي بس سؤال في الاكسجين. اتفضل. لماذا يسمى ثاني اكسيد المنغنيز بعامل مساعد؟ بعامل مساعد. طيب، عندنا غاز ثاني اكسيد المنغنيز ده عامل مساعد، نرجع كده نفتكر الاكسجين وهنشوف في فيلم برضو توضيحي لتحضير الاكسجين. ليك اي سؤال تاني يا محمود؟ لا شكرا، بس المهم والدتي بس عايزه تتكلم. مساعد. اتفضل. الو، اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك يا فندم. يا رب يخليكم، متشكرين جدا، متشكرين على الواجب اللي انتوا بتعملوه معانا بصراحه، يعني كتر خيركم. اهم حاجه تكون حضراتكم بتستفيدوا استفاده كامله من البرامج التعليميه اللي بتقدم على شاشه قناه مصر التعليميه، دي اهم حاجه. لا ان شاء الله، لا كويسه جدا وجميله، وكنت عايزه ابعت تهنئه لمدرسين الثانوي العام، لان انا ابني كان السنه اللي فاتت في الثانوي العام وجاب 92%. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ودخل كليه التربيه، بس اهم حاجه كان بيتابع برامج التعليميه على قناه مصر التعليميه. والتوقعات بصراحه 100% وجميله. تمام، على طول بنتفرج عليها. دي شهاده جميله من حضرتك، من ام ابنها متفوق نتيجه يعني لمشاهدته لقناه مصر التعليميه. انا مخليه اولادي على طول متابعين قناه مصر التعليميه من ايام لما كانت مصر التعليميه 1 و2 و3. عقبال كمان محمود. نعم، عقبال محمود كمان ما يكون متفوق نفس اخوه. ليك اي مقترحات يا فندم بالنسبه للقناه؟ استاذ حاتم، يا رب يخليك. ليك اي مقترحات؟ يا رب يخليكي. لا ده انتم ما شاء الله زي الفل، حاجه جميله جدا. ميرسي ليك يا فندم، ميرسي ليكي، شكرا لحضرتك، شكرا ليك. طبعا بالنسبه لاجابه سؤال محمود، هو ليه بنقول عليه عامل مساعد؟ لانه بيزيد من سرعه التفاعل دون ان يتغير. بيزيد من سرعه التفاعل دون ان يتغير، يعني زي ما دخل زي ما خرج. معايا حضرتك؟ تمام. دخل ماده صلبه لونها اسود هيخرج ماده صلبه لونها اسود، دخل 5 جرام هيخرج 5 جرام، دخل اسمه ثاني اكسيد المنغنيز خرج اسمه ثاني اكسيد المنغنيز. كل اللي حصل ان هو بيعمل ايه؟ بيزود من سرعه التفاعل، وان شاء الله لما يطلع ثالثه اعدادي هيعرف ان له 5 خصائص عشان اقول عليه عامل حفاز او عامل مساعد. ده لسه هيدرسه ان شاء الله في الاعدادي. ثالثه اعدادي انما كلمه عامل مساعد ليه بنقول عليه عامل مساعد؟ لانه يزيد من سرعه التفاعل، فبيخلي التفاعل بتاعي بيخلص بسرعه دون ان يتغير. بالظبط كده زي ما قلنا فريق الكوره، المشجعين بتوعه بيروحوا يشجعوه، فكل اللي بيعملوا بان هم بيعملوا ايه؟ تحفيز ليه، فاللاعب بيفوز وبياخد مكافاه، لكن طبعا بالنسبه للمشاهد مش هيشاركوا في المكافاه اللي خدها اللاعب. فهنا ده بنقول عليه عامل مساعد او عامل حفاز. تمام، هو ده في غاز المنغنيز، ده في ثاني اكسيد المنغنيز ده مسحوق، وده موجود في نفس في الأكسجين. الدرس اللي احنا لا ده في الدرس السابق، واحنا لا عشان لو عملنا مقارنه ما بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون هيبقى نشوف ايه الموضوع بتاعه. يعني وارد يحصل مقارنه او يجي سؤال كمقارنه ما بين غاز ثاني اكسيد الكربون وما بين المنغنيز. وطبعا احنا واحنا بنشرح بنقول ايه الاختلافات الموجوده. بالتاكيد. في معانا اتصال من البحيره. الو. ايوه اهلا، اتفضل. مستر عادل معايا، اتعرف بيك.
محمد امام من البحيره. محمد اهلا يا محمد، اتفضل. ده كان اتصال من البحيره النهارده، حضرتك بتعدهم يا مستر عادل. تمام. ليك اي سؤال يا محمد؟ ايوه، كان عندي سؤال الحلقه اللي فاتت وما لحقتش انقل الاجابه من على الشاشه. يعني كان في المراجعه في الريفيجن. تمام. سؤال ايه يا محمد؟ تزداد كتله قطعه من سلك التنظيف بعد تسخينها او بعد احتراقها، ليه يا حبيبي؟ السبب هنا لاتحادها مع الاكسجين، لاتحادها مع غاز الاكسجين. في اي سؤال تاني يا محمد في غاز ثاني اكسيد الكربون؟ لا شكرا، بس انا والدتي كانت عايزه تتكلم المستر عادل. طب تتفضل. طبعا ماشي. يا ريت تحاول اتصال بينا مره ثانيه ومستر عادل في انتظار كل مكالماتكم التليفونيه. اتفضل. نشوف عندنا بالنسبه ليه خواص غاز ثاني اكسيد الكربون. طبعا عندنا هنا دي المسميات، هنا طبعا ابنائنا مش مطالبين بيها، لكن طبعا عندنا لو جبنا ليمون، واذا عندنا كربونات الصوديوم او الكربونات اللي ماما بتحطها على الطعميه او الحاجات دي كلها لما بتيجي تتعمل، ادي حاجات موجوده في البيت. لو عصرنا الليمون على الكربونات هنا بيحصل ايه؟ بيحدث نفس التجربه اللي موجوده عندي، يحدث الفوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. اول خاصيه غاز ثاني اكسيد الكربون، لو بصينا كده للشمعه اللي دخلت في المخبار المليان بغاز ثاني اكسيد الكربون، هنلاحظ ان الشمعه بتنطفئ. ليه تنطفئ؟ لان غاز ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. دي من ضمن خصائصه؟ دي خصائصه. يبقى اول خاصيه ليه، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. طب استفدنا من الكلام ده في ايه؟ لما يجي نتكلم عن الكلام ده هنقول دي كانت اول خاصيه. الخاصيه الثانيه عندنا، هنحاول بس نرجع الفيديو كده النقطه دي كده ونشوف، عندنا رقم 2 يبقى دي اول خاصيه، وعديم اللون والرائحه برده ايضا غاز ثاني اكسيد الكربون، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. هنا الشمعه انطفأت، يمكن واضحه شويه هنا. الخاصيه الثالثه بقى عندنا، احنا لسه بنقول ان الغاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. طب هنا لما ندخل فيه شريط مغنيسيوم مشتعل ايه اللي هيحصل؟ نبص مع بعض كده. الشريط مازال مشتعل اهو، فضل مشتعل. طيب ايه اللي حصل عندنا؟ اتكونت ماده سودة على جدار المخبار. لو بصينا كده على المخبار هلاقي فيه ماده سودة. ايه اللي حصل هنا عندنا؟ هنا في تناقض بقى. احنا لسه بنقول ان الغاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. غاز الاكسجين كان لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. هنا ده لا بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال. المفروض لو دخلت اي ماده مشتعله جواه يحصل لها ايه؟ تنطفئ. طب ليه لما دخلنا شريط المغنيسيوم المشتعل فضل مشتعل؟ المغنيسيوم عندنا هنا عنصر نشط، عنصر نشط ذكي كده، فعمل ايه في ثاني اكسيد الكربون؟ احنا لسه بنقول ثاني اكسيد الكربون الصيغه بتاعته CO2. يعني عنده ايه؟ لو بصينا كده سي كربون وO2 اللي هو مين؟ الاكسجين. تمام. فالمغنيسيوم عمل ايه؟ ضحك على غاز ثاني اكسيد الكربون وخد منه الاكسجين. المغنيسيوم لما ياخد الاكسجين بيتحب مع الاكسجين يكون لي ماده فضل مشتعل، ما هو ضحك عليه وخد منه الاكسجين، والاكسجين بيساعد على الاشتعال، فكونت ماده بيضاء اللي احنا بنقول عليها اسمها اكسيد المغنيسيوم. ثاني اكسيد الكربون بقى لما فاق كده وعرف ان عين الكربون ان اتاخد منه الاكسجين فزعل، فلما زعل عمل ايه؟ اترسب كماده سوداء على جدار المخبار، خد نفسه طلع على الجدار كده وقعد يعيط. فهنا الكربون لونه اسود. يبقى عندي المغنيسيوم خد الاكسجين من ثاني اكسيد الكربون وتحول الى اكسيد مغنيسيوم ماده بيضاء. فضل عندي مين؟ الكربون اللي هو الفحم، والفحم ده لونه ايه؟ اسود. فيترسب ماده سوداء على جدار الايه؟ المخبار. زي الطفل الصغير كده ما يكون معاه حاجه، لو انا خدتها منه وضحكت عليه بيعمل ايه؟ بيعيط. ده عيط وزعل، فهنا اترسب كماده سوداء على جدار المخبار. دي برده خاصيه من خصائص غاز ثاني اكسيد الكربون. اهو زي ما احنا شايفين بيورينا الماده السوداء اللي على جدار المخبار. هنا برضو عندنا غاز ثاني اكسيد الكربون لو حطينا المخبار هنا هلاحظ الميه ارتفعت في المخبار، يبقى معنى هنا ان غاز ثاني اكسيد الكربون بيذوب في الماء، بيحب الميه وعشان كده بيدوب فيها، على عكس غاز الاكسجين اللي كان لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال وكان شحيح الذوبان في الميه. فهنا خواص ثاني اكسيد الكربون لو بصينا عديم اللون والرائحه، لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. عندنا بالنسبة للكلام ده، ده مصادر غاز ثاني اكسيد الكربون، والفيديو ورانا الحاجة دي. ايه بقى نرجع لعندنا اسباب زيادة نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون؟ ايه السبب اللي خلى النسبة تزيد؟ لو بصينا كده عندنا للنسبة اللي زادت عندنا في الفترة الأخيرة يا مستر عادل، ولا في السنوات الأخيرة يعني 10 سنين أو 11 سنة أو الكلام ده، عندنا النسبة دي زادت نتيجة ايه؟ نتيجة تصاعد، أو عندنا سببين اتنين أدوا إلى هذه الزيادة.
اول حاجه عندنا احتراق او زياده كميات الوقود المحترقه. يعني لو بصينا كده مع بعض وقلنا عدد السيارات اللي كانت موجوده من 10 سنين، هل نفس العدد موجود دلوقتي؟ بالتاكيد لا. ايه اللي حصل للعدد؟ زاد، لان في زياده في السكان. زاد اضعاف مضاعفه، مش زاد بس كده الضعف ده، زاد اضعاف مضاعفه. هل عدد المصانع اللي كان موجوده من 10 سنين هو نفس عدد المصانع الموجوده دلوقتي؟ لا طبعا. ايه اللي حصل؟ زادت، زادت الاعداد دي كلها. فده كل ده ادى الى زياده كميات وقود محترق. الوقود ده دي ماده عضويه، لما تحترق بينتج عنها غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. فهنا ده اول سبب لزياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون. طب زيادته هنا بكثره ولا زياده بتكون؟ طبعا زاد بكثره. هنا بكثرة. النسبه بتاعته هي المفروض كانت 3 من 100%. نسبه ضئيله جدا. النسبه دي زادت بقت 38 من 1000. فزاد هنا كام؟ 8 من 1000 زادت. في خطوره على الزياده؟ شوف انا بقول النسبه زادت ايه؟ 8 من 1000، وما طبعا مش مطالبين بالرقم ده. هي النسبة كانت الأول 31 من 1000، فاحنا بنقولها لأبنائنا 3 من 100. تمام. ال 31 من 1000 دي زادت بقت 38 من 1000، يعني الزيادة كام؟ 7 من 1000. ده طبعا 7 أجزاء من 1000. تمام. شوف النسبة قد إيه؟ هنشوف إيه الأضرار بتاعتها دلوقتي. رقم 2 عندنا، السبب الثاني عندنا، إيه اللي حصل عندنا؟ جينا عملنا حاجة اسمها قطع أشجار الغابات. الإنسان جعل الغابات الموجودة وقطع الشجر اللي موجود. رقم 2 ده مش بس كده، لا ده جه على الاراضي الزراعيه وبنى على الاراضي الزراعيه، فده بيسموه في الدراسات عندهم الزحف العمراني. يبقى هنا عملنا حاجتين، اتنين عملنا ايه؟ قطعنا اشجار الغابات. رقم 2 تناقص المساحات الخضراء اللي الارض اللي كانت بتزرع فيها نباتات هتقوم بعمليه بناء ضوئي هتاخد ثاني اكسيد الكربون. السببين الاثنين دول كانوا اسباب زياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي. بالظبط عندنا زي ما نيجي كده، لو عندنا عماره موجود او مدينه، المدينه دي فيها 100 ساكن. لو سكننا المدينه كلها واصبح عدد السكان 1000 او 2000 ساكن، معايا حضرتك؟ تمام. إيه القمامه اللي هتنتج عنهم هتبقى ايه؟ طبعا ال 100 غير ما يبقى مثلا فيها 10000 او 20000. بالتاكيد. رقم 2 لو انا كان عندي 20 عربيه بتمر تشيل الزباله اللي موجوده في المدينه. العربيات دي كلها انا مشيت ال 20 عربيه سبت عربيه واحده، ايه اللي هيحصل عندنا في الشوارع؟ هتتراكم القمامة في الشوارع، لأن عربية واحدة هتكفي المدينة كلها؟ طبعا لا. فهنا نفس الشيء، الإنسان عمل كده، حرق كميات الوقود اللي موجودة زادت، فزادت النسبة. رقم 2 اللي كان بيستهلك النسبة دي أنا شلته، قطعنا الشجر، طبعا النسبة زادت. صحيح. هنتكلم على خطورة لو في زيادة، هنتكلم على سلبياتها وإيجابياتها. بس معانا اتصال من هاجر من الأليوبية. ألو. أهلا يا هاجر، ازيك هاجر؟ سمعانا؟ عايزه تتسالي ولا تسالي؟ لا تتسالي. تتسالي في اللي فات ولا في موضوعنا بتاع النهارده ثاني اكسيد الكربون؟ في موضوع، في موضوعنا ثاني اكسيد الكربون. جاهزه؟ تمام. طيب بالنسبه عندنا هاجر، هاجر تمام، هاجر بالنسبه لهاجر عندنا الغاز ثاني اكسيد الكربون، قلنا ايه هي الاسباب اللي ادت الى زياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي؟ سامعي هاجر؟ احتراق الوقود، زيادة كميات الوقود المحترق. مش بس احتراق الوقود، احنا عندنا هتبقى زيادة كميات الوقود المحترق. زيادة كميات الوقود، عندنا زيادة الكمية هي اللي ادت الى هذه الخطورة. محركات وسائل النقل والمواصلات. رقم الوقود ده احترق في وسائل النقل والمواصلات. رقم 2 عندنا، وتناقص المساحات الخضراء على سطح الارض، تناقص المساحات الخضراء على سطح الارض. دول السببين الاثنين اللي ادوا الى ارتفاع او زياده نسبه غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي. مظبوط يا هاجر، ممتاز. نبدا نشوف عندنا، لو بصينا كده طبعا بنشوف هاجر. هاجر تقييمها ايه يا مستر؟ اهم حاجه بسم الله ما شاء الله ممتازه يعني. تمام. انا بس بنعدل الحسه بتاعت اللي هي زياده كميات الوقود، لان كده كده الوقود بيحترق، لكن اللي حصل ان الكميه زادت. لو بصينا هنا عندنا، ده الفيديو اللي بيوضح لنا بالنسبه لاسباب، او هنا في عندي حاجة اسمها غازات دفيئة، إن شاء الله هم يدرسوها برضو في تانية إعدادي. الغازات الدفيئة دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان تحافظ على درجة حرارة سطح الأرض. لو مش موجودة درجة الحرارة بتاعتنا على سطح الأرض هتبقى سالب 18. طب محتاجينها بقى مستر الفترة اللي جاية بشكل لا كتير. لا، هي كده كده ده ربنا سبحانه وتعالى أوجدها. النسبة دي موجودة يعني ربنا سبحانه وتعالى وجدها بتوازن بتخلينا درجة حرارة مظبوطة. لو مفيش الغازات دي موجودة عندنا، إيه اللي هيحصل؟ درجة حرارة بتبقى على سطح الأرض سالب 18 درجة مئوية أو 18 درجة تحت الصفر. تمام. هل هنقدر نعيش؟ بالتأكيد. طبعا هتبقى مشاكل كتيرة. طيب هنا عندنا، اتفضل. بالنسبة للغازات، أدي أول سبب عندنا لو بصينا كده أهو، المصانع والعربيات والكلام ده أدت إلى
ارتفاع، شايفين الترمومتر بترتفع درجه الحراره، ده اول سبب عندنا. يبقى هنا زياده كميات الوقود المحترق طبعا في المصانع ووسائل المواصلات. رقم اثنين، الاشجار اللي كانت موجوده عندنا قد اشجار الغابات اللي كانت بتمتص ثاني اكسيد الكربون وتطلع بدل منه اكسجين، نشوف ايه اللي حصل لها. هنا اهو انخفضت درجه الحراره. رقم اثنين، لما قطعنا الشجر شوف بقى شكل الارض عامل ازاي، ارتفعت درجه الحراره زي ما هي موجوده عندي بالشكل ده. يبقى سببين اثنين هم اللي ادوا الى زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون في الهواء الجوي. اول سبب عندنا كان رقم واحد زياده كميات الوقود المحترق، رقم اثنين عندنا ازاله اشجار الغابات وتناقص المساحات الخضراء. ده كان الاسباب اللي موجوده عندنا. طيب مستر، لو الغاز نسبته زادت زي ما قلنا نتيجه للزياده، هل في خطوره على سطح الكره الارضيه بشكل عام؟ مشكله جدا طبعا، هنا في بيحصل خطوره رهيبه جدا. ايه هي الخطوره اللي بتنتج عن الكلام ده؟ عشان نشوف بقى الانسان لما بيتدخل ايه اللي بيحدث. اول حاجه عندنا احنا قلنا الغلاف الجوي بيمتص الاشعه بتاعه الشمس وتسقط على سطح، تسقط على سطح الارض، سطح الارض بيمتص الاشعه اللي موجوده عندنا ويرجع يعكسها مره اخرى الى الهواء او الى الغلاف الجوي. وجود ثاني اكسيد الكربون بيخلي الاشعه المنعكسه ديت يمنع نفاذها، فبيعمل ايه الاشعه جت تطلع لقت ثاني اكسيد الكربون، فيحصل لها ايه، ترجع تاني ترتد الى سطح الارض. فغاز ثاني اكسيد الكربون بيعمل ايه، حبس الحراره ما بين سطح الارض وما بين وجوده هو موجود. فهنا حبس، حبس مين؟ حبس حراره، فبيكون ظاهره اسمها احتباس حراري. حراري او يسمى يعني من ضمن اسباب الاحتباس الحراري زياده غاز ثاني اكسيد الكربون. سبب من اهم الاسباب من الموجوده بتاعته الأسباب. هنا ده سبب، ده السبب الرئيسي ليه. فالظاهره دي بنقول عليها احتباس حراري ان شاء الله، او بيقول عليها احترار عالمي، يعني درجه الحراره زادت على مستوى العالم كله. ايه اللي حصل بقى لما بتحبس عندي ثاني اكسيد الكربون هنا وحبس الحراره؟ بيؤدي الى ارتفاع درجه حراره سطح الارض، الهواء ارتفع اللي موجود. رقم اثنين، لما درجه الحراره ارتفعت بيؤدي الى، تعالي ما نشوف بقى ادى الى ايه، انصهار جليد القطبين. يبقى الجليد اللي موجود في القطبين ده انصهر نتيجه لارتفاع درجه الحراره، انصهر فتحول ماده صلبه لماده سائله. الميه اللي جت دي راحت فين؟ بتمشي في الايه، البحار والمحيطات. فمنسوب الميه اللي في البحار والمحيطات حصل ايه؟ ارتفع. كل ده نتيجه زياده غاز ثاني اكسيد الكربون. زود درجه الحراره، انصهر جليد القطبين، غرق المدن الساحليه، ولو في عندي جزر في المحيط او جزر في البحر هيحصل لها ايه؟ وسؤال ده مهم يا مستر عادل، ده وارد ان هو يجي لو زاد ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه ممكن يجي يقول له كده، ما الاضرار الناتجه عن زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون؟ يبقى حدوث ظاهره الاحتباس الحراري التي ينتج عنها انصهار جليد القطبين والتي تؤدي الى غرق المدن الساحليه. طبعا غرق احنا معانا اتصال تليفوني وممكن كمان يحضر معانا شرح خطوره غاز ثاني اكسيد الكربون. اهلا اتفضل. الو، اهلا، ازيك؟ انا كرولوس. انا عارفه وانت كلمتنا والخط قطع صح كده؟ معلش اسف. لا ولا يهمك، اتفضل مستر عادل معاك. مستر عادل، ازيك يا كرولوس؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. سؤالك ايه؟ لا انا عايز بقى اكمل اللي حضرتك كنت بتسالهولي. ايه اللي كنا بنساله؟ بس انت جاهز المره دي؟ تمام. كنا بنسال ايه؟ طب ممكن تفكر مستر عادل. طيب. ولا يسالك سؤال جديد؟ نسال سؤال جديد؟ لا سؤال جديد. طيب سؤال جديد. كيف يتم تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل؟ ازاي بنحضره؟ لا انا افتكرت السؤال بتاعه بقى وانا عايزه دلوقتي. بص يا كرولس. أيوة. كيف يتم تحضير غاز الاكسجين في المعمل؟ خميره صح كده؟ لا هنا كيف يتم، ها ازاي بنحضر غاز الاكسجين في المعمل؟ الاكسجين؟ انت قلت انت جاهز وبعدين؟ بص بقى كده على الفيديو ده كده وشوف ازاي بيتم عمليه تحضير غاز الاكسجين. طب برضه احضر معانا الشرح مع مستر عادل. شكرا ليك. طبعا هنا عندنا بالنسبه لي غاز الاكسجين، عشان نشوف الفيديو معلش يمكن عندنا بس بعض ها هذا عندنا نشوف ازاي بيتم تحضير غاز الاكسجين. بنحضره من تفكك او انحلال ماده بنسميها فوق اكسيد الهيدروجين، ودي في الصيدليه معروفه باسم ماء الاكسجين، وطبعا السيدات بتستخدمها في حاجات كتير. عندي ده مسحوق ثاني اكسيد منجنيز اهو، اللون بتاعه باين بيبقى مسحوق اسود، وهنا ده القمع اللي موجود عندي اللي فيه فوق اكسيد الهيدروجين، وده الصنبور اللي موجود عندي. لما بفتح بنزل فوق اكسيد الهيدروجين قطره قطره تنزل على مسحوق ثاني اكسيد المنجنيز. هيبدا يحصل ايه عندنا اهو، فوق اكسيد الهيدروجين لما بنزله تحت ثاني اكسيد المنجنيز عامل مساعد بيؤدي الى تفككه لحاجتين، يتفكك الى ميه واكسجين.
لان احنا لسه بنقول اسمه ايه معروف في الصيدليه؟ ماء الاكسجين. اسمه العلمي فوق اكسيد الهيدروجين. فلما هنا بيتفك لميه واكسجين، الميه بتفضل عندنا في الدوره تحت والاكسجين بيطلع فوق في المخبار يتجمع اهو، ده الميه اللي هي H2O، وهنا الاكسجين بدا يتصاعد في الانبوبه اللي موجوده عندي ويخرج الى الحوض اللي موجود فيه اهو، ده المخبار. نبدا نشوف عندنا بدا يحصل ايه للميه، بدات الميه تنزل لتحت ويطلع الاكسجين فوق، وعشان كده بنقول بيجمع غاز الاكسجين اثناء تحضيره بازاحه الماء الى اسفل. تمام، نستقبل عمرو. اهلا يا عمرو، ازيك؟ الحمد لله تمام. عندك سؤال ولا عايز تتسال؟ عايزه اتسال. في غاز ثاني اكسيد الكربون ولا في الدروس السابقه؟ لا الدروس السابقه. تمام. طيب طريقه جمع غاز الاكسجين يا عمرو، كيف يجمع غاز الاكسجين اثناء تحضيره في المعمل؟ بازاحه الهواء لاسفل. بازاحه الهواء لاسفل. بازاحه الماء. الماء لاسفل. علل لما ياتي. يجمع غاز الاكسجين اثناء تحضيره بازاحه الماء لاسفل. ممكن تقول السؤال ثاني يا مستر بعد اذنك عشان ما سمعتوش؟ عشان بتسمع من التلفزيون. علل لما ياتي. يجمع غاز الاكسجين اثناء تحضيره في المعمل بازاحه الماء لاسفل. ايه السبب عندنا؟ ثاني لانه شحيح الذوبان. في الماء. شحيح الذوبان في الماء. وقلنا معنى شحيح يعني ايه؟ قليل او زي ما قلنا بخيل كده. ايه رايك بقى تسال يا عمرو المره الجايه دي؟ تسال؟ ها؟ تسال بقى مستر عادل سؤال؟ انا لا شكرا. شكرا؟ طيب. مذاكر انا. طيب انا نبدأ مش مذاكر. نبدا نشوف عندنا تحضير غاز ثاني اكسيد الكربون زي ما عرفنا، قلنا بنحضره من تفاعل. انا بقول ايه بقى؟ تفاعل. هناك كنت بقول تفكك، هنا بقول تفاعل حمض هيدروكلوريك مخفف. وكلمة هيدروكلوريك لو بصينا كده عشان برضو نفهم، هيدرو جاي من الهيدروجين، وكلور كلوريك ده جاي من الكلور، يبقى هنا ده حاجتين مع بعض، هيدروجين وكلور، فبيدوني حمض هيدروكلوريك مخفف بيتفاعل مع مادة اسمها كربونات الكالسيوم. ايه اللي بيحصل لما بفتح الاثنين وانزلهم على بعض؟ يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون اللي بيجمع بازاحه الهواء الى اعلى. ليه بيجمع بازاحه الهواء لاعلى؟ لانه اثقل من الهواء، ودايما الحاجه الثقيله تنزل تحت والخفيفه بتطلع لفوق. يعني عايزين نشبهها، لو انا عندي كوبايه ميه او كوبايه عصير وعصير جوافه مثلا، وهنقول القوام لازق شويه، وجيت حطيت سكر، ايه اللي هيحصل للسكر؟ بينزل بينزل تحت والسكر يطلع ليه والعصير بيطلع لخبطتك يا مستر. لا هو هنا طبعا السكر عندنا لانه اتقل شويه هينزل لتحت والعصير يطلع لفوق. تمام. فهنا عندنا بالنسبه لي ثاني اكسيد الكربون اتقل من الهواء، فينزل في المخبار ويطرد الهواء لايه؟ لفوق. ده ازاي بنحضر غاز ثاني اكسيد الكربون في المعمل. تمام. نستقبل محمد من الوادي الجديد. الو. الو. اهلا يا محمد، ازيك؟ الحمد لله. عايز تسال برضو ولا تسال؟ عاوز تتسأل في المنهج من الاول واحدة ولا تتسأل في غاز ثاني اكسيد الكربون؟ اي حاجة. طب بص يا محمد. ماشي. هو الواد الجديد لسه جديد ولا المفروض بقى قديم؟ ها؟ لسه ما سمعناش. قديم. ماشي يا محمد. بص يا حبيبي. بيقول لي علل لما ياتي. يتعكر ماء الجير الرايق عند مرور غاز ثاني اكسيد الكربون فيه. ليه؟ علل. يتعكر ماء الجير الرائق عند امرار غاز ثاني اكسيد الكربون فيه. ايه السبب عندنا؟ لان الاكسجين اتحد مع الماء الجير الرائق. مفيش اكسجين يا حبيبي، انا بقول عندنا غاز ثاني اكسيد الكربون. قصدي ثاني اكسيد الكربون اتحد مع ماء الجير الرائق، فالماء تعكرت وظهرت حاجات بيضاء ترسبت على فقع المخبار. جميل. بص بقى هنقول الإجابة العلمية بتاعتنا يا حبيبي هنا. السبب عندنا في تعكر ماء الجير، احنا قلنا ماء الجير عندنا ده اسمه العلمي هيدروكسيد الكالسيوم، يبقى هيدرو اكسيد الكالسيوم. هيدرو جاي من الهيدروجين، واكسيد جاي من الاكسجين، ومعاهم مادة ثالثة اسمها الكالسيوم. فماء الجير الرائق الاسم العلمي ليه برضه الان مطالبين بيه اسمه هيدروكسيد الكالسيوم. لما بيمر عليهم غاز ثاني اكسيد الكربون بيعمل ايه؟ بتتكون ماده جديده اسمها كربونات الكالسيوم. يبقى الماده هنا دخل معاها مين؟ الكربون. فكربونات الكالسيوم دي ماده بيضاء لا تذوب في الماء، فهي اللي غيرت لون الميه من ميه رايقه الى الميه اللي لونها ابيض، فبنقول ان الميه اتعكرت. فهنا
بيتعكر ماء الجير ليه؟ لتكون كربونات الكالسيوم البيضاء التي لا تذوب في الماء. دي إجابة السؤال. تمام. يبقى علل يتعكر ماء الجير الرائق عند مرور ثاني أكسيد الكربون لتكون كربونات الكالسيوم البيضاء التي لا تذوب في الماء. وده الإجابة اللي شكلها علمي النموذجية. أفضل ونموذجية. الإجابة النموذجية على السؤال بتاعنا. طبعا عندنا أعرف إن ماء الجير الرائق اسمه هيدروكسيد الكالسيوم، ماء الجير المتعكر أو بعد ما يتعكر اسمه كربونات الكالسيوم. ده عندنا بالنسبة لي نشوف عندنا خواص ثاني أكسيد الكربون. عندنا قلنا لو نكسنا مخبار مملوء بغاز ثاني أكسيد الكربون على شمعة مشتعلة داخل الكأس الزجاجي، هنشوف عندنا طبعا بتنطفئ الشمعة. ليه؟ لأن عندنا معنى إن الشمعة انطفئت، يبقى بنستنتج من الكلام ده إن غاز ثاني أكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. دي أول خاصية عندنا بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون. الخاصية الثانية عندنا لو جبنا نص ليمونة وحطيناها على قليل من بيكربونات الصوديوم في كأس أو فتحنا زجاجة مياه غازية، وهنلاحظ لون غاز ثاني أكسيد الكربون متصاعد ونشوف الرائحة. طبعا بنلاحظ إن الغاز عديم اللون والرائحة. في الأكسجين كنا بنقول عديم اللون والطعم والرائحة، هنا لا في طعم، فطبعا بنقول عديم اللون والرائحة. وطبعا المياه الغازية بيدخل في تكوينها أو بيدخل في تركيبها أو تصنيعها غاز ثاني أكسيد الكربون. عشان كده لو جبنا أي زجاجة مياه غازية ورجناها وفتحناها بيحدث الفوران وبتفور بالشكل ده. وطبعا برضو بننبه لأبنائنا ان المشروبات الغازية بيطلق عليها الأغذية الفارغة، بيطلق عليها لفظ أغذية فارغة. ليه أغذية فارغة؟ لأنها ليست مصدر للطاقة. أنا الغذاء عندي بقول عليه مصدر الطاقة. تمام. أي مادة بتغذى عليها المفروض لما تحترق داخل جسمي بتديني طاقة. المياه الغازية ليست مصدر للطاقة، وأيضا استغلالها او هنا كثره استخدام او كثره شرب المياه الغازيه بيؤدي الى اصابه الانسان بمرض هشاشه العظام. يعني عظمه كده يبقى عامل زي لوح الازاز، لو وقع على الارض مش بيتكسر، ده بيتفشفش. تمام. فبيسموها هشاشه عظام. طبعا في الحاله دي ما ينفعش ان هو يتجبس مره تانية، ده هشاشه العظام. رقم اتنين، بيؤدي الى ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم، وده يعتبر ماده ملوثه او ماده سامه ممكن تؤدي الى الانسان باضرار. وعشان كده بنقول دايما الاقتصاد او زي ما بيقولوا التوازن في كل شيء. صحيح. الاسراف في اي شيء يعتبر ضرر. صحيح. وله اضرار كثيره. الو الو، اهلا يا خلود، ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي مستر عادل معاكي. الو. ايه يا خلود؟ الو مستر، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. سنه كام؟ انا سنه سته. اكيد طبعا بتتصلي بيه. ايوه. طيب سؤالك ايه يا خلود؟ لا انا عايزه اتسال. عايزه تتسالي؟ طيب ماذا يحدث عندك معايا يا خلود؟ ماذا يحدث عند تنكيس مخبار؟ قلنا يعني ايه تنكيس؟ يعني بقلب المخبار واحطه في حوض به ماء. ها، تنكيس مخبار مملوء بغاز ثاني اكسيد الكربون في حوض به ماء. لا انا عايزه اتسال في الاكسجين. عايزه تسالي في الاكسجين. طيب ماذا يحدث عند تنكيس مخبار مملوء بالاكسجين في حوض به ماء؟ ها، ايه اللي هيحصل؟ نعم، احنا مش سامعينك يا خلود، يا ريت تعلي الصوت شويه بعد اذنك. انا عايزه بس اقول السؤال تاني كده. ماذا يحدث عند تنكيس مخبار مملوء بالاكسجين في حوض به ماء؟ كده سامعانا؟ ايه اللي هيحدث؟ المخبار مليان اكسجين، قلبته في حوض به ماء، بيحدث ايه عندنا؟ طبعا هنا هيرتفع الماء بنسبه ضئيله جدا، يعني هتدخل كميه ضئيله جدا من المخبار هو داخل. هو انت ممكن تسمعي خلود الاجابه من مستر عادل. تمام. واسمعينا من خلال الشاشه. هنا بيحدث ايه في الاكسجين عندنا؟ بيرتفع الماء بنسبه ضئيله جدا، يعني هنلاقي نسبه صغيره من الميه دخلت المخبار. معنى كده ان غاز الاكسجين شحيح الذوبان في الماء. عامل زي ايه بالظبط عندنا؟ ثاني اكسيد الكربون او الاكسجين. غاز الاكسجين عندنا شبيه ب، لو جبت شويه رمل وحطيتهم في ميه وقلبت، هل الرمله بتدوب؟ بتدوب؟ لا لا، بالظبط زي الاكسجين كده، شحيح الذوبان في الميه. طب لو جبت شويه سكر او ملح وحطيتهم في الميه ودوبتهم، بيحصل ايه؟ بيدوب. فين؟ في الميه. مين بقى اللي زي الملح او زي السكر؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. فهنا لو نكسنا مخبار مملوء بثاني اكسيد الكربون في كاس به ماء، بنلاحظ ان الميه بترتفع زي ما شفناها في التجربه كده، بترتفع الى اعلى مسافه كبيره. ليه؟ لان غاز ثاني اكسيد الكربون بيذوب في الماء. بيدوب فين؟ في الماء. ولذلك لا يجمع غاز ثاني اكسيد الكربون اثناء تحضيره في المعمل بازاحه الماء لاسفل كما في غاز الاكسجين، لانه يذوب في الماء. بيدوب فين؟ في الميه. فما ينفعش اجمعه بازاحه الميه، وانما يجمع بازاحه الهواء الى
اعلى. تمام. عايزين مستر عادل نعمل مقارنه سريعه كده ما بين الاكسجين وما بين غاز ثاني اكسيد الكربون، هي ولا لسه في تكمله على لسه في تكمله. فبنقول عندنا عند ادخال شريط مغنيسيوم مشتعل داخل مخبار مملوء بغاز ثاني اكسيد الكربون، ايه الملاحظه؟ هنلاحظ حاجتين اتنين، يستمر الشريط المغنيسيوم مشتعل ويتحول الى ماده اسمها اكسيد مغنيسيوم اللي هي الماده البيضاء، ويترسب الكربون الاسود على جدار المخبار. طبعا بيحذر من استنشاق غاز ثاني اكسيد الكربون او التواجد في اماكن مغلقه رديئه التهويه. ليه؟ لان ثاني اكسيد الكربون ليه اسم كده شائع بيننا او معروف، الاسم بتاعه بيطلق عليه اسم القاتل الصامت. الاسم كده قاتل صامت، يبقى هنا من الاسم قاتل يعني يعمل ايه؟ هيسبب الموت. طب صامت؟ محدش بيحس بيه ولا يشعر بيه. ليه بقى عندنا؟ بيسموه قاتل صامت لان الانسان لا يستطيع رؤيته، ما بشوفوش لانه عديم اللون، او تذوقه او شمه، او استنشاقه ما بيستنشقوش. مين؟ الانسان ما يستنشقش غاز ثاني اكسيد الكربون. لا بيستنشقه، ما احنا لسه بنقول اهو، هو الانسان ما يستطيعش رؤيته، ما شوفوش. تمام. ولا شمه، ما عملوش ريحه. فانا لو موجود عندنا، فالانسان هنا لو موجود في مكان ضيق مغلق رديء التهويه والمكان كله ممتلئ بثاني اكسيد الكربون، بيحصل ايه عندي؟ بيسبب للانسان اول حاجه اختناق، يحس ان هو مخنوق. تمام. مفيش اكسجين يتنفسه، المكان كله ثاني اكسيد الكربون. فالانسان يشعر اول حاجه بالاختناق. رقم اتنين فقدان الوعي، خلاص بيغمى عليه في الفتره دي. رقم ثلاثه الموت لا قدر الله. طبعا لو ما لحقناهوش في الفتره اللي هي فتره الاغماء دي وفتحنا جددنا الهواء بيصاب بالايه؟ بالموت. يبقى ثلاث حاجات، اختناق، فقدان الوعي، الموت. ثلاث حاجات عندنا، ولذلك بيطلق عليه قاتل الصامت. القاتل. تمام. اهميه واستخدامات عندنا غاز ثاني اكسيد الكربون، بيستخدم في التبريد وحفظ الاغذيه عن طريق حاجه اسمها الثلج الجاف. كلمه الثلج الجاف عندنا هو عباره عن ايه؟ ثاني اكسيد الكربون بعمل له عمليتين اتنين، ضغط وتبريد يتحول لسائل. ضغط وتبريد يتحول الى سائل. اخفف الضغط عنه يقوم يتحول الى ثلج جاف. تمام. ثلج جاف ليه؟ لانه لما بينصهر بيتحول الى غاز ولا يسبب مستر عادل في الحلقه القادمه باذن الله هنقدم لهم ايه؟ لان اعتقد ان غاز ثاني اكسيد الكربون لسه باقي له شويه. يعني حاجه بسيطه كده ان شاء الله، الحلقه اللي جايه هنتكلم مع غاز النيتروجين ونعمل بقى مقارنه على الثلاث غازات، يبقى ما بين الاكسجين والنيتروجين وغاز ثاني اكسيد الكربون. مستر عادل الحفناوي خبير الماده بوزاره التربيه والتعليم، شرفتنا ونورتنا، ميرسي ليك يا مستر. شكرا يا فندم. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا من مدرسه على الهواء، انتظرونا في حلقات قادمه، يا رب نكون وفقنا في تقديم درسنا النهارده من خلال برنامجنا مدرسه على الهواء. شكرا لكم والى اللقاء.